لازم تفهم ان احنا مش هنتقابل الا لو كان في شيء مهم جدا. بس اقف هنا. ايه ده؟ مين ده؟ مش شغلك. انا ما كنتش اعرف ان محسن بيه ثابت شغال مع حقوق الانسان. لازم تسمع اللي بقوله لك كويس، ويا ريت تنفذه زي ما هو لو كنت طالب اننا نساعدك. الباب ده مش هتخرج منه غير لما احنا نقول. مفيش اي مكالمات، مفيش اتصالات غير بيا انا. المهم دلوقتي ان ابو راغب تحت ايديك ومعتز رجع بالسلام الحمد لله. مش بالطريقه دي يا محسن، مش لدرجه انك تجيب واحد مجهول ارهابي ما نعرفش من انهي جهه وتخليه ينفذ العمليه. الدساس موجود في مصر، هذا الامر بات محسوما تماما. يا ريت بقى ما نسمعش كلام زي دي. لا اصله مش هو ده، واحد شبهه ده، انتوا مش واخدين بالكم من الحاجات العجيبه دي. انا جاي ان صورتك ماليه التلفزيونات بره. صوره؟ صورة ايه؟ الفيديو عندك؟ أجليه، مش هننزله اليومين دول. الصور كانت كفاية إن الدنيا تتقلب. يا نهار حبيبتي، أنت عايزة إيه بالظبط من محمد صبري الدساس؟ مش عاوزة لوحدي. أنت عاوز وأنا وكل اللي معانا في الجمعية عايزين التمويل ده مصطفى. عباس هيديلك جواب لازم تبعته بكرة الصبح ضروري. ما ينفعش يا مولانا بكرة، ما ينفعش. الدنيا شادة جو علينا. ما تقلقش، الدنيا بكرة هتولع. هذا وقد تداولت وكالات الأنباء الأجنبية أن لديها معلومات تفيد بأن زعيم المنظمات المتطرفة محمد صبري الدساس قد تعرض لمحاولة اغتيال ليلة أمس عقب انتشار صور خاصة له تفيد بوجوده بأحد السجون المصرية، ولم تتقدم جهات الأمن في مصر بما يؤكد أو ينفي تلك الأنباء. تفضل يا سيدي. الأمريكان بيقولوا إن إحنا مش عارفين نحمي الدساس. الآن كانت بقى السي إن إن بتقول إيه؟ قال إحنا عايزين نخلص منه بعد ما الدنيا كلها عرفت إنه موجود عندنا. هم لازم يقولوا كده. وجاي لي طلب من الخارجية عايزينه وفق اتفاقية تسليم المتورطين في أعمال إرهابية دولية. أنا هحاول رشاد رافع للتحقيق. بعد اللي حصل مش هيقعد في سجن المغارة ولا دقيقة واحدة. أنا اديته 24 ساعة. 24 ساعة يعمل في يومين. يثبت اللي أنا عارفه ومتأكد منه. تمام يا فندم، نتيجة رفع البصمات تحت ايديا. لا يا فندم، مفيش أي بصمات على السلاح غير بصمات الدساس. البطاقة باسم أحمد منصور سليمان، مهندس ديكور. سافر مع أهله العراق وهو عنده 5 سنين، واختفى بعد حرب الخليج. ملوش أي أهل أو قرايب عايشين هنا. كل المعلومات عنه وعن أهله موجودين في الأوراق دي، لازم تحفظها كويس. اتولد امتى؟ اتولد فين؟ اسم مدرسته؟ اسامي كل اصحابه وكل قرايبه من الدرجه الاولى لاخر درجه موجودين عندك في البيانات دي. اه بس انا لما كنت بقول لكم عايز اعرف انا مين ما كانش قصدي كده. كده اللي مش عاجبك ده هو الطريقه الوحيده اللي تقدر بيها تشتغل معانا. الشغل تمن حياتك اللي انت بتدور عليها، وانت عارف ان التمن مش سهل.
بس انا لسه ما عرفتش ايه الشغل ده. اعتبر احمد منصور هو اول مهمه ليك تنفذها، لازم تبقى هو. تعال يا سعيد. انا عارفه اللي انت عملته مع فريد ابو العلا ده عشان انت انسان طيب، بس في شعره بين الطيب والعبط. لا اللي انا عملته ده مش عبط على فكره. انا اسف مدام انهار، انا اتاكدت بنفسي ان فارس راجع موثوق في ورثه دلوقتي بسببنا، وانت عارفه الكلام ده كويس. الكلام بقى اللي داير حوالين فريده ابو العيله ده، لا اللي بتعمله فريده ده هو عين الصح. مش عارف بس يمكن انت لو سيادت بلاش سيادتك، انا لو كنت مكان فارس رجب والله انا كنت اتمنى ان لا واحد زيها تقف في وش اللي عمل فيها كده. فارس رجب لا ممسوك ولا البوليس يعرف مكانه. فارس رجب بيشتغل معانا، وفريده هانم عارفه كده كويس. مش ده الفيديو بتاعك؟ عارف بقى مين اللي منتجه ومظبطه؟ فارس رجب. لولا انك شاطر وبحبك انا كنت رفدتك انت ولا معاك، بس انا قديمه في شغل النسوان بتاع فريد ابو العيله ده. بقولك يا سعيد، انت عاوز تاكل عيش؟ تعرف ايه انا محمد صبري الدساس؟ الدساس اللي كل الناس عارفاه عنه، هو الراس بتاع القاعدة والجماعات الإسلامية كلها. وشباب الجماعات؟ لا شباب الجماعات دول حاجة تانية. دول يا مدام أنهار فاكرين إن قضيته ما تقلش عن الثوراجي الأعظم مانديلا. مانديلا؟ حلو. طب أنا عايزك بقى تتكلم معاهم وتقول لهم إن إحنا مش هنسكن على حق الراجل ده. الله أعلم كان بيحصل معاه إيه. مش معقول هنفضل ساكتين كده وراجل مرمي في المستشفى، ولا أنت إيه رأيك يا سعيد؟ المستشفى العام حيث يرجح ان القيادي محمد صبري الدساس تم نقله الي على اثر تعرضه لمحاولات الاغتيال، وكما يظهر في الخلفيه مجموعه من انصار الدساس الذين يهتفون من اجل اعلان موقفه. انت ليه عملت في نفسك كده يا دساس؟ الصوت ده أنا عارفه كويس أوي، علي بيه عبد الغني. يا سلام يا سلام، كان نفسي أكون بصحتي واقف على رجلي عشان استقبلك استقبال يليق بمقامك. اللي هو محسن باشا ثابت ما جاش معاك ليه؟ يا رب يكون بخير، اوعى كنا لا سمح الله. والله بدعيله في كل وقت، هو والاولاد والمدام الله يرحمها. انت عاوز تبعت للامريكان وتقول لهم تعالوا الحقوني؟ هو انت فاكر انك ممكن تلوي دراعنا بشويه قنوات واخبار هينسوك كمان اسبوع؟ لو كان ممكن اتنسي في اسبوع
كانوش عبروني بعد 5 سنين وانتوا خافيني في المغارة. هو انت ما تعرفش؟ ما انت هترجع لها تاني. اوعى تكون فاكر ان احنا هنسلمك او هنسيبك تخرج من هنا. طول عمرك ظلمني يا علي بيه، طول عمرك ظلمني. انا راجل صعيدي متربي على طبلية ابويا، تعلمت كويس قوي ان البلد دي اولى من غيرها. بس انا بقول يعني لو تسيبوني يبقى احسن. ايوه انا حاسس ان انا بقيت حمل تقيل، وخصوصا بعد ما اتعرفت ان انا هنا. حرام حرام البلد تتبهدل عشاني. يا دساس، انت ولائك لجماعتك وبس، ده اللي انت متربي عليه. لا البلد في بالك ولا حتى امريكا في بالك. استغفر الله العظيم، استغفرك ربي واتوب اليك. لا حول ولا قوه الا بالله. مفيش مزايده يا علي بيه، وخصوصا في الدين والوطنيه. لا لا، فيه. لما واحد زيك يحط مصلحته فوق مصلحه البلد والناس يبقى فيه. أنا بس عايزك تعرف حاجة مهمة أوي، أنت مش هتخرج من البلد دي، مش هنسلمك يا دساس، مش هنسلمك حتى لو على جثتي. ألف بعد الشر عليك، ألف بعد الشر عليك. ما تقلقش، أنا لما الأمريكان هيسألوني هقول لهم ان انتوا ما حرمتونيش من حاجه ابدا. طيب يا دساس، يبقى خلي الامريكان ينفعوك. استغفر الله، لا حول ولا قوه الا بالله. وزاره الداخليه قدمت كل الادله بخصوص اللي حصل لمحمد صبري الدساس في سجن المغاره ليله امبارح. الدساس هو اللي افتعل الحادثه، ولحد اللحظه دي الاسباب في ايدين تحيات المباحث. اتفضل. هل في نيه من جهات الامن في مصر لتسليم الدساس لامريكا او اي تعاون مشترك في التحقيقات؟ احنا مش هنسلم حد لحد. محمد صبري الدساس عليه احكام اصدرها القضاء المصري، واذا كان الامن قبض عليه هنا يبقى مكانه هنا. وبكرر علشان الناس اللي ما سمعتش كويس، احنا مش هنسمح لحد يتدخل لا في القضاء ولا في احكام القضاء. يعني ايه افتعل الحادثه؟ مش فاهم حقيقه. علامه استفهام ضخمه جدا تملى عيوننا كلنا. انا طبعا مش بدافع عن الدساس ولا حاجه، بس يبقى السؤال، ماذا يعني افتعال الامن للحادثه؟ اجيبونا بردكم، دام عزكم. استغفرك ربي حبيبي واتوب اليك. استغفرك رب حبيبي واتوب اليك. الدساس استعجل وما لعبهاش صح. احنا كده كده كنا عارفين انهم هيسلموه من غير رد فعل. انا مبسوط جدا ان الحكومه المصريه حطت نفسها في وش الراي العام، عشان لو حصل عندهم مشكله كبيره مش لاقيين لها حل، احنا هنبقى سعداء جدا، لان شكلهم هيبقى اضعف من اللي احنا كنا عايزينه. اوكي، تشاو. وتستمر تظاهرات الجماعات التي تنادي بأحقية محمد صبري الدساس في المسؤول أمام لجان طبية وحقوقية للإطمئنان على الوضع الصحي والأمني بالقاهرة. الدنيا بتولع يا محسن، وكل ده بسبب الزفت اللي اسمه الدساس. اللي بيحرك العيال دي مش الدساس يا زكريا، اللي بيحركهم حد بيدفع وبيزق عشان يقوم الدنيا دي كلها علينا.
ليه ده عشان ما سلمناهمش الدساس؟ يا محسن الخارجية في موقف حرج جدا، الأمريكان عمالين يزنوا ويسألوا لما كل القضايا بتاعته اتحكم فيها، قاعد عندكم بيعمل ايه؟ للأسف احنا مش عارفين نجاوب. لا يعني ايه قاعد عندنا بيعمل ايه؟ قاعد عشان أمننا قومي. ده بتفكر تسلمه ولا ايه؟ لا 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 سلمه ايه؟ أنا بس لو الدنيا ما هديتش بفكر أوافق على طلبهم بعمل تحقيق مشترك. لو اديتهم إيدك هياكلوا دراعك. لو اديتهم إيدك يا زكريا هياكلوا دراعك. أنت متصور إن الدساس ظهر فجأة كده من غير أي مقدمات؟ ما أنت عارف إن وراه مصيبة وهم عايزينه عشانها. يا محسن مفيش وقت نحقق وندور. الزفت ده عنده طلبة كتير في الجامعات والكليات مؤمنين بيه مهووسين شايفينه إمام الجهاد رضي الله عنه. ده غير بقى المنابر وخطب الجمعة اللي الأواف مش ملاحق عليها. الدساس مروش مصيبة، الدساس هو المصيبة. أنا آسف إن احنا في الظرف ده، بس أنا في موقف عليا أختار، يا إما حياة ولادنا يا إما حياة الكلب اللي اسمه الدساس. العيال دي مش كل اللي هم عايزينه إن يبقى له زي ما بيقولوا حقوق إنسان. طب أنت قلقان من إيه بقى؟ ما هو بيعامل عندنا بكل قواعد حقوق الإنسان، رغم إنه ما يستاهلش حتى يعامل كحيوان. قلقان من إيه بس يا زكريا؟ ومع ذلك يا سيدي هما مش عايزين يطمنوا؟ خلاص سيب لنا بقى الموضوع ده. مدرستك؟ العروبة. اتخرجت سنة كام؟ 2002. أسامي خالتك إيه؟ نهال ونجوى. نهال عندها بنتين ونجوى عندها ولد. البنتين اسمهم دينا وإنجي والولد اسمه حسام. اشتغلت في وزارة الثقافة بعد ما اتخرجت، وبعدين سافرت الكويت، ومن الكويت على تايلاند. اتجوزت واحدة هناك وما خلفتش، ومن حوالي سنة مراتي ماتت في حادثة عربية. صفيت شغلي ورجعت مصر. وبتعمل هنا ايه في مصر؟ بعد ما مراتي اللي بتشاركني كل شغلي ماتت، قررت اغير نشاطي. بعمل شركة نقل اسمها ترانس جلوبال، راس مالي الإدارة، بالاتفاق مع مستثمر هندي اسمه راش كابور. متشكرين يا أستاذ أحمد. أنا آسفة قوي يا فندم على التأخير، بس الأمن قافل الكوبري ومعظم الشوارع. معلش اقعدي لغاية ما موضوع الدساس ده ما يتلم. الإجراءات هتبقى زيادة شوية، انت عارفة موضوع الطلبة والمظاهرات. معلش يا فندم، يعني اعذرني لو بسأل سؤال مش المفروض إني أسأله، بس الحكاية زي دي هتتلم إزاي؟ الدنيا كانت مقلوبة على الدساس وفجأة طلع عندنا. الموضوع ده هيتلم عن طريقك أنت. عن طريقي أنا يا فندم؟ مصطفى صدقي والجمعية بتاعته من ساعة الدساس ما اتنقل المستشفى وهم هرينا طلبات عشان يقابلوه ويتكلموا معاه. اللعبة دي معمولة وهم عارفين كويس إن احنا مش هنوافق نخليهم يقابلوه، وخصوصا بعد صورة الدساس ما تسربت من فيديو المغارة. بس أنا بحب كل واحد ياخد حقه. الدساس لازم يظهر قدام الدنيا كلها ويطمنهم عليه ويقول لهم انه واخد حقوقه بزياده. مش هتسيبني معاه شويه؟ معلش يا بنتي، كان نفسي أكون شايف عشان أستقبلك الاستقبال اللي يليق بمقامك. حضرتك ما تتعبش نفسك، أنا مقدر. إلا هو أنت بقى من أنهي جمعية؟ حضرتك تعرفهم كلهم؟ كتر الهم
العمر كله بنخبط، عشان كده اتعرفت بناس كتير فيهم. أنا من جمعية أنهار الراسي مصطفى صدقي يا شيخ محمد، واسمي فريدة أبو العلي. أهلا 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 وسهلا يا أستاذة فريدة. شوفي بقى يا بنتي، أنت عليكي تسألي الأسئلة اللي أنت عايزاها، وأنا هجاوبك بمنتهى الصدق. الأمن في مصر بيقول إن أنت اللي فبركت محاولة الاغتيال، وبيقولوا إنه عندهم الدليل بكده. كدابين كدابين في أصل وشهم. بقى معقولة تصدقي واحد زي حالاتي أنا يموت كافر؟ يعني حضرتك كنت في خطر جوه سجن المغارة؟ خطر؟ خطر واحد بس؟ خطر اتنين ما تعديش. الأمن أثر معاك؟ اتعرضت لأي نوع من أنواع التعذيب؟ كل أنواع التعذيب. أنا كنت بتصبح واتمسى بالتعذيب، إيش مية إيش كهربا، حد ما الدم نيشف في عروقي. بس الحادثة لما حصلت حضرتك كنت في الزنزانة. صحيح. طب معلش يا شيخ محمد، أعذرني لو كان سؤالي غبي، هو الأمن لو كان بيعذبك طول الفترة دي في السجن وفجأة قرر يخلص منك، هيحاول يقتلك جوه الزنزانة قدام كل المساجين؟ وبعدين هي المحاولة فشلت ليه؟ مش عشان الأمن برضو هو اللي نقلك المستشفى؟ الدبابير كبسة فوق نفسك ولا هي فريدة؟ أنا غرضي أنبهك يا شيخ محمد عشان لما يحققوا معاك تبقى عارف لسانك ما يقعش في إيه. كيد النساء غالب. فطمينا بنتي قوليلي. الشيخ محمد نفى عن الأمن الاتهام اللي طلع على وسائل الإعلام إن هم متورطين في عملية الاغتيال اللي حصلت. الحقيقة دخلوها ازاي عند الدساس يا مصطفى؟ وكويسة جدا. دخلوها ازاي ما تقولي؟ معرفش والله يا نور، معرفش. بس لو الكلام ده حقيقي يبقى هتقدر تدخل تاني، وفي الحالة دي هيبقى قدامك سهرة طويلة تراضيها فيها وخلص الفيلم. معاملة والرعاية في المستشفى عنده ما تقلش أبدا عن معاملة ورعاية رؤساء سابقين دخلوا المستشفيات. شكر يا فريدة، اللي عملتيه ده على الأقل خلانا نسكتهم شوية لحد ما نعرف إيه اللي ورا الموضوع. يا فندم أنا ما عملتش حاجة غير اللي حضرتك طلبتها مني. استني مكالمة من أنهار الرسي، اقبليها واسمعي لهم، دي هتبقى سكتك عشان تساوميهم على اي حاجه انت عايزاها منهم. ما تقلقيش هرجع لك فارس رجب، بس يكون في علمك انا يهمني ارجعك الجمعيه قبل ما يهمني ان فارس يرجع. مفهوم طبعا يا فندم. اخبار صاحبنا ايه؟ ابتدى يسأل عن شغله معانا، ايه طبيعة الشغل؟ امتى؟ فين؟ حاسة ان سؤاله فضول ولا زهق؟ ما اظنش ان اللي زي القيصر ده يعرف الزهق، ده بيكتشف كل يوم حاجة جديدة حتى هو بين اربع حيطان، بيحاول يفهم الدنيا من حواليه، بيراقب كتير وبيسأل اكتر. زي ما قال التنظيم بتاعه علمه ان مفيش حاجة اسمها وقت يضيع. أهم حاجة تفهميه إن أمنه من تنفيذه للتعليمات. طيب أنا عندي النهاردة كنافة بالمكسرات، أدي اللي احنا اتفقنا عليه شوية السمنة، أدي شوية السكر البودرة،
خدتني، انت بتعمل ايه هنا؟ انت اللي بتعملي ايه هنا؟ ده بيتي. بيتك بتجنين الفيلا لازم مفيش حد قاعد فيها. لا انا قاعد فيها. انت بتعملي ايه عندي؟ شارلي اتزنق في المرجحه ومش عارف فكره وهيتخنق. طب امسكي. ايه ده؟ انت مجنون؟ تدي طفله صغيره زي سكينه؟ مش خايف اعور نفسي؟ مش قلقان من المسؤوليه؟ اتفضلي. في حاجه تانية ضايعه منك؟ القرد بتاعي كان في المطبخ عندك من شويه. يا عم بهزر معاك، انت ازاي بتصدق كده؟ طب يلا يلا يا تشارلي قوم، يلا يا تشارلي قوم. بتعملي ايه؟ مش هيسمع كلامك كده. انت مالك انت يا اخي؟ ده الكلب بتاعي وانا اللي بعلمه. علمي ايه بس؟ اوف يا ابن اللعيبة، انت ازاي خليته يعمل كده؟ وانت لو لسانك ده سكت شوية جايز اعرف اعلمك. تيجي نديل صحاب علمني وعلمك. وتعلميني ايه بقى؟ اول حاجة انك ما تمشيش لابس مننا كده ومازك سكينة في قلب البيت، شكلك قاتل اسيل وبتدفن جوه. هعملك عربية بس عشان خاطر علمني ازاي اكل تشارلي. تعرفي تشغلي البتاع اللي بتنضف الاطباق؟ سارة! سارة! ها لقيتها؟ لا مش لاقيها. تكونش خرجت برا؟ تعالي نبص. معلش قولي تاني كده، انت قلت الزرار ده الاول ولا ده؟ هو انتوا كلكم اصلا في الرجاله عكاكين مفيش تركيز خالص؟ معلش قولي تاني. سابع. لا علمك بقى، انا كان ممكن اعرف اشغلها لوحدي، انا كسلت بس ادور على الكتالوج. ليه والنبي؟ طيب هقول بس ما ننساش ان تيجي تعلمني وعلمك. ايه ده؟ مش تلسكر بتاعها؟ اه اه. في ايه؟ بنتي بتعمل ايه عندك؟ قال لك حاجه ضايقك في حاجه؟ لا يا بابا، ده انا دخلت عنده عشان تشارلي نط جوه الجنينه. ممكن تقعد عشان اعرف اعرفكوا على بعض، احمد بابي ومامي. انا اسف جدا، اصل احنا اتخضينا لما ما لقيناهاش موجوده. لا ابدا، حصل خير. انا اللي ما كنتش اعرف انها جايه من وراكم. هو حضرتك ساكن جديد هنا؟ لا انا بس شغلي بره فبسافر وباجي كتير. غريبه قوي، احنا مش بنشوف حد بيجي هنا خالص. اصل انا شغلي كله في شرق اسيا، ويا دوبك لسه مصفي شغلي ورجعت اقعد هنا. هو حضرتك عايش هنا لوحدك؟ مراتي توفت من سنه وما خلفتش. يا دي الزحمه، لازموا يجي عندنا عشان خاطر يعلمني ازاي العب مع تشارلي. اظن اقل واجب ان انت تيجي تتعشى معانا بعد ما ضايقناك، وبعدين انت وحداني وتقريبا مفيش في الكومباوند غيرنا، اهو نسلي بعض. هي احنا اتفقنا. سارة حبيبتي مش تخش ننام بقى؟ اوكي احمد، تصبح على خير. تصبح على خير. قعدنا انا ومريان سنتين نفكر في موضوع الخلفة ده. بصراحة انا اللي كنت متردد، وبعدين اول ما عرفت انها حامل خفت من المسؤولية، بس أول ما جت سارة الدنيا كلها نورت. أنا آسف، ما كانش قصدي أقول حاجة بايخة. أكيد أنت والمدام كان نفسكم تخلفوا برضه. عجبك الأكل يا أستاذ أحمد؟ آه هايل. تيجي بقى نقوم نشرب الشاي؟ أنت عارف لو ما كنتش قبلت عزومتي على العشاء كانت سارة أجبرتنا ناخد الأكل ونيجي ناكله عندك في البيت، أصلها بتحبك جدا. ما قلتليش يا أستاذ أحمد، أنت بتشتغل في إيه؟ أنا أصلا مهندس ديكور، بس زي ما قلتلك بقى أنا صفيت شغلي كله بره وجيت هنا،
قررت اغير مجالي. انا هنا بفتح شركه شحن. مفيش حد في مصر بيشتغل بشهادته. انا كمان خريج هندسه بس بشتغل